نكمل الإصحاح الثالث من رسالة فيلبي. أخيرا يا إخوتي افرحوا في الرب. كتابة هذه الأمور إليكم ليست علي ثقيلة، وأما لكم فهي مؤمنة. انظروا الكلاب، انظروا فعلة الشر، انظروا القطع، لأننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد، مع ان جي ان اتكل على الجسد ايضا. وان ظن واحد اخر ان يتكل على الجسد فانا بالاولى من جهة الختان مختون في اليوم الثامن من جنس اسرائيل من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين، من جهة الناموس فريسي، ومن جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، ومن جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. ولكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، من بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية، لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ليس إني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. اسعى نحو الغرض لاجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. فليفتكر هذا جميع الكاملين منا، وان افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا ايضا. واما ما قد ادركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه، ونفتكر ذلك عينه. كونوا متمثلين بي معا ايها الاخوة، ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة، لان كثيرين يسيرون ممن كنت اذكرهم لكم مرارا، والان اذكرهم ايضا باكيا، وهم اعداء صليب المسيح الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات. فإن سيرتنا نحن هي في السماوات، التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده، بحسب عمل استطاعته ان يخضع لنفسه كل شيء. نعمة الله الآب تكن معنا، امين. بعد ما قدم الشكر لاهل فيلبي على اعتنائهم وارسالهم الهدية بواسطة أبوفروديتس، كان عايز ينهي الرسالة بتاعته ويقول لهم اخيرا يا اخوتي افرحوا في الرب. وكأنه بيهديهم هذا الفرح وبيوجههم لهذا الفرح اللي ناخده من ربنا، لان الفرح اللي ربنا بيديه ليه صفتين مميزتين. فرح بتاع ربنا محدش يقدر ينزعه منا، محدش يقدر ياخده منا، محدش يقدر يفقدنا اياه. والصفة التانية، الفرح اللي بيديه ربنا لا يتلاشى ولا يتغير،
ما ينقص وما يقلش، لكن طرح الله ثابت، محدش يقدر ياخده مني ومحدش يقدر ينقصه من حياتي. فيروم اخيرا يا اخوتي افرحوا بالرب. نتيجة احساسه بهذا الفرح اللي يقدر الانسان يعيشه حتى لو بدت ان الظروف اللي حواليه بتقول مستحيل ان الانسان ده يفرح، لكن الفرح اللي بيديه ربنا فوق المستحيلات. كتابة هذه الامور اليكم ليست علي ثقيلة، يعني بيطمنهم ان مفيش معاناة في انه يكتب هذا الكلام، ومفيش قيود انه يكتب ليهم رسالة، لاننا واما لكم فهي مؤمنة، لكن هي ضرورية ليكم عشان تأمنكم في الطريق السليم. عشان كده مهم ان انتم تقروا كلمة ربنا، لان كلمة ربنا هي اللي بتأمن باستمرار مسيرتنا في الحياة. ولكن لما جه يختم الرسالة افتكر بعض الكلمات وخليته يفتح موضوع جديد خالص، فقال لهم انظروا الكلاب، انظروا فعلة الشر، انظروا القطع. افتكر مجموعة اليهود اللي تنصروا وامنوا بالمسيح، ولكن ابتدوا ينادوا مرة تانية ان عشان تبقى مسيحي لازم تتهود بانك تختن، وكلمة القطع اللي هي السيركمسيجن او الطهارة، ان هما بيقطعوا الغلاف او الغرلة بتاعت الانسان. هو سماهم كلاب مش بمعنى التحقير، لكن الكلاب بمعنى ان الكلاب باستمرار بتنبح وبتعمل دوشة وبتعمل هيصة لو حد مر قدامها. فهم عاملين دوشة وهيصة بنفس طريقة الكلاب، كلب يهوهو لكن ما يقدرش يعمل حاجة. انظروا فعلة الشر، انظروا القطع اللي بينادوا بالختام. اليهود على فكرة طول عمرهم شعب غريب جدا، يحب باستمرار ان هو يصير الاول. يعني حتى لما دخلوا المسيحية قالوا ازاي نتساوى بالناس اللي داخلين منين؟ من الامم، لازم نبقى احنا سوبيريور عليهم، لازم نبقى فوقيهم. فطلبوا بان الواحد عشان يبقى مسيحي لازم اولا يبقى يهودي باستمرار، عايزين يبقوا في الاول، يبقوا هما الركيزة من فكرة شعب الله المختار اللي هو اعلى واسمى جنس خلق في البشرية. وكان اللي بيحرك الاحساس ده محاربتهم في الكنيسة الاولى ان هم يقولوا بعملية التهود قبل ما يبقى الانسان مسيحي. يقول اننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح. صحيح الختان كان علامة عهد بين الله والانسان، عهد طاعة وعهد ايمان، لما ربنا ادى هذا العهد لابونا ابراهيم، وابونا ابراهيم نتيجة ايمانه بربنا وطاعته صنع هذا العهد في نفسه وفي اولاده. لكن كان العلامة دي علامة روحية بالدرجة الاولى، انه يطاوع ويآمن. لكن لما وصلت لليهود وللاجيال اللي بعد كده صارت مجرد علامة في الجسد، لكن ما عاشوش الايمان وما عاشوش الطاعة، ما كانش ليهم الختان الروحي. كان عندهم الشكل الجسدي، العلامة الجسدية، لكن الحياة الروحية ما كانتش عندهم. حتى انتوا عارفين استفانوس قال لهم الكلمة المشهورة، يا غير المختونين في قلوبهم يا قصات الرقاب. وقصات القلوب
كان ربنا يقصد بالختان علامة ايمان وطاعة، لكن هم تمسكوا بيها شكليا. فبيقول نحن الذين بالختان نعبد الله بالروح، لان هي دي ارادة المسيح، الله روح والذين يعبدون الله بالروح والحق، او يسجدوا لله بالروح والحق يسجدون. ونفتخر في المسيح يسوع. الحاجة اللي بنفتخر بيها مش العلامة الظاهرة في الجسد او اعمال الجسد، لكن اللي بنفتخر بيه ربنا يسوع، ده هو افتخارنا، مش شوية الاعمال والممارسات اللي بنعملها بالاجساد. ولا نتكل على الجسد. خدوا بالكم، لان احنا ساعات بنعيش الناموسية دهية، نعتمد في علاقتنا بربنا على شوية اعمال نعملها بالجسد، نقف نصلي، نجوع الجسد كم يوم بالصوم، نحضر كم اجتماع بالجسد لكن مش حاضرينه بالروح، صايمين بالجسد لكن مش صايمين بالروح، موجودين بالجسد لكن مش موجودين بالروح. وبنتكل ان احنا كوننا علاقة طيبة بيننا وبين ربنا بشوية الاعمال الجسدية اللي احنا بنعملها. لا، ده اسمه تعذيب الجسد، وده اللي ربنا مش عايزه. لكن ربنا عايز ان الممارسة الجسدية اللي بتعملها بجسدك تقودك الى العمق الروحي والى الحياة الروحية، الى الطاعة والايمان. ان العلاقة اللي بتعملها بالجسد تولد جواك ثقة بالروح بينك وبين ربنا، وتولد طاعة بالروح بينك وبين ربنا. عشان كده اوعى تفتكر ان اعمال الجسد هي سبب لرضاء ربنا عنك، لكن اعمال الجسد دي ينبغي انها تكون ثمرة تمتعك بعمل الله في حياتك. الاعمال مش سبب خلاصك، لكن الاعمال ثمرة الخلاص المجاني اللي ربنا ادهولك. عشان كده بيقول بولس لا نتكل على الجسد، وان العلاقة الطيبة اللي انت عايز توصلها بينك وبين ربنا مش هتوصلها بالجسد ولا بشطارة الجسد ولا باعمال الجسد، لكن العلاقة الطيبة دي هبة ممنوحة من الله للانسان اللي بيقبلها بالروح وبالايمان وبالطاعة. مع ان لي ان اتكل على الجسد ايضا. واذا كان هما بيفتخروا بالجسد فانا برضك ممكن افتخر بالجسد، لاني عندي كل الصفات وكل الاعمال اللي بتتعمل بالجسد. فيبتدي يمسك حاجة حاجة. ان ظن احد اخر ان يتكل على الجسد فانا بالاولى. من جهة الختان مختون في اليوم الثامن. اذا كان على العلامة الجسدية فانا متممها، ومتممها في وقتها بالضبط في اليوم الثامن زي ما ربنا قال. من جنس اسرائيل، والختان بتاعي ختان اسرائيلي مش ختان اسماعيلي، لان انتوا عارفين ان اسماعيل برضك اختتن، بس اختتن وهو سنه 13 سنة، بينما اسحاق اختتن وهو في سن 8 يوم. فعايز يقول لهم يعني انا مختون وفي اليوم الزبط اللي ربنا طلبه، لان ربنا قال في اليوم الايه الثامن، يعني مختون مظبوط. واسرائيلي من سبط يعقوب مش من نسل عيسو، لان عيسو برضه كان مختون. من سبط بنيامين، وسبط بنيامين ده كان ليه وضع معين يفتخر بيه. تعرفين الوحيد اللي من اولاد يعقوب اتولد في ارض الموعد كان بنيامين. الوحيد اللي اتولد في ارض الموعد كان بنيامين. وبنيامين ده ابن راحيل المحبوبة من يعقوب. وسبط بنيامين ده خرج منه اول ملك على اسرائيل اللي كان اسمه شاول. حتى بولس كان متسمي على اسم شاول اول ملك.
فكان سبط ملوكي، يعني سبط ممتاز، عبراني من العبرانيين. عبراني يعني بيتكلم اللغة العبرية، ما هواش من اليهود اللي اختلطوا بالأمم وفقدوا لغتهم وقوميتهم الأصلية. بالرغم انه كان عايش في طرسوس، لكن ظل محتفظ باللغة الام بتاعته اللي هي اللغة العبرية. يعني انا عايز اقول لهم من جهة الاصل بتاعي والنسب بتاعي وسلسلة الانساب بتاعي، انا اعتبر نقي يهودي لا غش فيه، ما دخلش فيه اي شيبة، ومن افخر الاسباط بتاعت اسرائيل. يعني دي ميزة اكتر من اليهود التانيين اللي من الاسباط التانيين. ده من جهة الاصل. اما من جهة الناموس، فريسي من اعلى طبقة من جهة التدين. الفريسيين اللي اعتزلوا عملوا نفسهم ان هم قمة التدين، واللي كانوا بيدققوا في كل شيء. من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة. اصل موضوع الغيرة لربنا ده كان في العهد القديم حاجة كبيرة قوي. فنحاس ابن عالي الكاهن يقول انا غيرت غيرة ربنا، وداود النبي يقول له غيرة بيتك اكلتني، فكان موضع افتخار. فيقولون من جهة الغيرة على الايمان وعلى الصدق وعلى الكنيسة العهد القديم، انا كنت مضطهد لكنيسة العهد الجديد، وكنت بغير على مجد الناموس. ومن جهة البر الذي في الناموس بلا لوم، من جهة تتميم اعمال الناموس وفرائض وطقوس الناموس، ما كانش في عندي ولا غلطة، بلا لوم، بعمل كل حاجة صح. ولكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من اجل المسيح خسارة. اذا كان عندي مميزات حسب الجسد، اذا كان عندي بر مميزات حسب الجسد، اذا كان عندي بر ذاتي حسب الناموس، اذا كان عندي اي شيء لا يساوي اي قيمة تجاه المسيح. لان ده المسيح هو فرحته الكبيرة. اذا كان في ناس بتعتمد على بعض الممارسات الجسدية فهو شاطر فيها، لكن ما بيدهاش اي قيمة. من اجل فضل معرفة المسيح يسوع، احسبته من اجل المسيح خسارة، بل اني احسب كل شيء، اي شيء في هذا الوجود، الناس، الماديات، الناموس، كل شيء احسبه خسارة او نفاية او زبالة ليست لها اي قيمة، من اجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من اجله خسرت كل الاشياء. وعمال يكررها مرات كثيرة ان المسيح ده هو اغلى لؤلؤة في حياتي، والمقارنة دي كل الاشياء لا تساوي شيء تجاه المسيح. وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح. المسيح ده فرحتي الكبيرة اللي انا عايز اربحها واكسبها واوجد فيه. فرحتي ان المسيح يبقى ليا، واني انا ابقى ليه اتوجد فيه. دي الفرحة التي لا يعبر عنها، والتي لا تقاس بأي فرحة، ان الانسان ياخد المسيح لي ويبقى هو للمسيح، حبيبي لي وانا له. الانسان يمتلك المسيح والمسيح يمتلك الانسان. دي اكبر فرحة في حياة الانسان، اللي لو فعلا قدرنا ندوقها ونعيشها نقدر ندوق اعظم فرح ممكن الانسان يدوقه.
وليس لي بري الذي من الناموس بل الذي بإيمان المسيح. البر اللي تبع الناموس ده ما مش عايزه، لاني ماليش بر غير بر المسيح، ده هو البر الحقيقي اللي يسبب لي فرحة حقيقية. البر الذي من الله بالإيمان، مش عايز البر بتاع الشطارة الجسدية، لكن عايز البر اللي هو هبة من الله. اذا كان بولس وكل انسان فينا بيسعى لان يكون بينه وبين ربنا علاقة طيبة وعلاقة جميلة وعلاقة متأصلة، فالعلاقة دي مش هتيجي من بر الذاتي، لكن هتيجي باني اقبل بر المسيح في حياتي، فتكون اعمالي بعد كده طليق بهذا البر. لكن عمر ما هتكون اعمالي تمن لبر المسيح، لكن اعمالي تبقى نتيجة حصولي على بر المسيح. لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. إذا كان بيقول إن حسب كل شيء خسارة من أجل فضل معرفة المسيح، فبيأكد لأعرفه، تلك المعرفة الحقيقية. ولاحظوا فرق كبير جدا بأن الواحد يعرف عن المسيح من ان الواحد يعرف المسيح. في فرق كبير قوي ان الواحد يعرف عن المسيح وان الواحد يعرف المسيح. احنا ياما بنعرف عن المسيح، ياما بنسمع عن المسيح معلومات، لكن محتاجين ان احنا نحولها لمعرفة شخصية، لاختبار حقيقي لشخص المسيح. عشان كده المعرفة الاختبارية دي تقود للاتحاد بشخص المسيح. والترتيب اللطيف اللي قاله، طب هعرف في المسيح ايه؟ لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. وتلاحظوا ان الترتيب هنا ايه؟ منطقي. ترتيب المنطقي يقول لأعرفه وشركة آلامه متشبها بموته وبعدين قوة قيامته، بترتيب الأحداث اللي حصلت في حياة المسيح. المسيح الأول اتألم ومات وقام، لكن بالنسبة لي أنا مش هعرفها بنفس الترتيب ده. مش هقدر اتألم واموت مع المسيح الا اذا كنت خدت اولا قوة القيامة. علشان اقدر اشترك في الام المسيح وموت المسيح، لازم الاول اخد اختبار القيامة، لاني ما اقدرش على اللي عمله المسيح. ده انا لو دخلت كده شركة الالام من غير ما يكون عندي قوة القيامة يحصل لي ايه؟ اضيع، انتهي، افنى. بطرس حاول انه يخش شركة الالام قبل ما ياخد قوة القيامة، وصل في الاخر الى انه عمل ايه؟ انكر. دخل يضرب ويخش في شركة الالام بالسيف، فكانت النتيجة انه انكر، ما كانش يقدر الا لما ياخد الاول قوة القيامة، فيقدر يشترك مع المسيح في آلامه وفي موته بعد كده. عشان كده بالنسبة لنا احنا هي دي معرفتنا واتحادنا بالمسيح، ناخد قوة القيامة بتاعة المسيح في حياتنا، فنستطيع ان نقبل الألم وان نجوز الموت منتصرين، لان القيامة معانا، فنقدر نغلب الموت ونعبر الموت. لكن قبل قيامة المسيح الموت بالنسبة لنا كان هلاك، لكن بعد قيامة المسيح الموت بالنسبة لنا عبور، انتقال، رقاد. فدي نتيجة الوحدة اللي اتحدها واللي كان عايزها بولس انه يوجد في المسيح.
لعلي ابلغ الى قيامة الاموات. عشان كده قوة قيامة الاموات هي اللي بتدي معنى للحياة، لان هي اللي بتفتح لنا الخلود. من غير القيامة يبقى حياتنا دي ملهاش معنى. اذا كنا نعيش 20-30 سنة 40-100 سنة وبعد كده ننتهي، لكن القيامة هي اللي ادت للحياة معنى وخلت الحياة دي نستحق ان احنا نحياها، لان القيامة فتحت لينا باب الديمومة والحياة الابدية والخلود. عشان كده قال المسيح انا هو القيامة والحياة، من امن بي ها ولو مات فسيحيا، ومن كان حيا وامن بي فلن يموت الى الابد. عشان كده قيامة الاموات دي اللي كان بيترجاها بولس، ليس اني قد نلت او صرت كاملا. انا مش بقول لكم ان انا متحد بالمسيح لاني خلاص وصلت الى حد الكمال، ليس اني نلت او صرت كاملا، ولكني اسعى، انا لسه بجاهد، لعلي ادرك الذي لاجله ادركني ايضا المسيح يسوع. صحصحوا، لان الايه دي جميله جدا ومفرحه. هو بيقول بسعى بجاهد لاني عايز اوصل لحاجه، وانا بسعى وبجاهد لاوصل للحاجه دي لقيت المسيح عمل ايه؟ جابها لحد عندي ادركني بيها. انا عايز اسعى واجاهد علشان ادرك ان المسيح عايز يدهوني، فالمسيح لحقني بيها وجابها لي. عشان كده ده الخبر المفرح، افرحوا بيها، ان كل سعي احنا بنتعب من اجله المسيح ادركنا باللي احنا بنتعب من اجله وجابه لنا. صحيح انا بحاول لكن مش بقدرتي حوصل. خبر المفرح ان المسيح بيجيب الخلاص لحد عندي، لكن انا علي المحاولة السعي. ايها الاخوة، انا لست احسب نفسي اني قد ادركت. ما تفتكروش ان انا بقول ان انا خلاص وصلت، ولكني افعل شيئا واحد، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. ده اللي أنا بعمله في السعي بتاعي، بنسى اللي فات سواء كان اللي فات ده وحش أو حلو، بنساه عشان لو وحش ما يقعدش يتعبني ويعطلني، وبنساه لو كان حلو عشان ما يقعدش أفتخر وأفضل في مكاني وأقعد معتمد على أمجاد الماضي، لكن باستمرار باصص لقدام. في الوقت ده كان في المسابقات اليونانية في الاولمبياد بتاعتهم بيعملوا مسابقات كتيرة جدا، وبولس تأثر بهذه المسابقات. يعني تخيلوا واحد في السباق بتاع الجري وهو بيجري قاعد يبص لورا عشان يشوف هو قطع قد ايه، يحصل له ايه؟ خلاص هيقع لا يتأخر. هذه ساعات بنغلطها كتير في الحياة الروحية، واحنا ماشيين قاعدين نبص لورا، احنا عملنا قد ايه، مشينا قد ايه، صلينا قد ايه، صمنا قد ايه. الكلمة اللي بيقولها بولس انك ركز على اللي قدامك، ركز على الهدف اللي انت عايز توصله، ما تقعدش تبص انت عملت قد ايه وسويت قد ايه، سواء كان اللي عملته ده حلو او وحش، لانك لو قعدت تبص لوراك تتحول لعمود ملح. لو قعدت تبص لوراك هتقع، هتتاخر، هتتعطل. لكن اللي بيقولوا لنا خليكوا باصين لقدام، لان هو ده الهدف اللي عايز توصل له. اسعى نحو الغرض، نحو الهدف، لأجل جعالة دعوة الله العليا. الجعالة اللي هي الإكليل أو الجائزة، لأجل دعوة الله، جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. هو ده الهدف اللي أنا عايز أوصل له، إن أنا أوصل للمسيح يسوع. ف
فليبتكر هذا جميع الكاملين. وهنا يمكن كلمة محيرة، كلمة الكمال. ايه المقصود بالكمال؟ هل ممكن الانسان يصل الى الكمال؟ هل ممكن الانسان فينا يصل الى الكمال؟ الكمال المطلق محدش يقدر يوصل له، لكن الكمال المطلوب هو الكمال الوظيفي اللي فيه كفاية الانسان على انه يؤدي الغرض والواجب اللي موضوع عليه. هو ان الانسان يعمل اللي عليه، هو ده الكمال، وهم دول الكاملين على قد امكانياته يعمل. زي طالب في الابتدائية يجيب 100%، مش معنى كده انه وصل للكمال المطلق، لكن جاب 100% لانه ادى اللي عليه، اللي مفروض مكلف بيه، اللي يقدر يحله عمله كله. ده الكمال النسبي، تعمل اللي انت مكلف، تكفي اللي مطلوب منك. هم دول الكاملين المطلوبين. لكن احنا نتحجج ونقول محدش كامل غير ربنا، ونفضل طول عمرنا في النقص عشان نبرر عدم تأدية الواجب اللي علينا. يقول فليفتكر هذا جميع الكاملين منا، وان افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا ايضا، حيوريكم الطريق. واما ما قد ادركناه اللي احنا وصلنا له فلنسلك بحسب ذلك. اللي ادركته اوعى يضيع منك، لكن عيش بيه بحسب ذلك القانون عينه، ونفتكر ذلك عينه. وبعدين بيقول لهم نصيحة، كونوا متمثلين بي معا ايها الاخوة. بيقول لهم مش افعلوا اللي انا بقوله، لكن افعلوا اللي انا بعمله وبفعله. احنا ممكن نقول للناس اعملوا اللي احنا بنقوله لكم، لكن نادر ما نقول للناس اعملوا اللي احنا بنعمله. لكن ما نعملش صح. لكن بولس بيقول لهم تمثلوا بي كما اني انا بالمسيح، زي ما قالها في مرة تانية. ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة، لمشين في نفس الخط الروحي، اتبعوهم. لأن كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا، كنت بفتخر بيهم لكن حصل تغيير عجيب، والآن أذكرهم أيضا باكيا. الوضع اتغير، وهو ده بقى الحاجة اللي متفرحش، ان الناس بتتغير. بعد ما كان فرحان بيهم وبإيمانهم، دلوقتي بيذكرهم باكيا وبحزن، زي ما بيقول داود، الكآبة ملكتني من اجل الخطاة الذين تركوا ناموسك. اذكرهم ايضا باكيا وهم اعداء صليب المسيح. بعد ما كانوا تبع المسيح بقوا اعداء صليب المسيح، بقوا رافضين الصليب. هم مش رافضين المسيح، لكن رافضين ايه؟ صليب المسيح. خدوا بالكم، لان احنا في اوقات كتيرة بنعمل الحتة دي. احنا ما بنرفضش المسيح، احنا عايزين المسيح المخلص المنتصر مريح التعابة معز النفوس، لكن في نفس الوقت بنبقى رافضين صليب المسيح. مش عايزين ننكر الذات، مش عايزين نجاهد، مش عايزين نضغط على نفسينا، عايزين مسيح بلا صليب. اصل هو في صليبين، صليب حمله المسيح وده اوكي احنا فرحانين بيه، اللي هو صليب الكفارة، تاني مفروض ان انا احمله، ده اللي احنا مش عايزينه، ده اللي احنا بنرفضه، صليب انكار الذات وصليب الجهاد الروحي، ده اللي احنا مش عايزين نشيله وده اللي بنرفضه. عشان كده بيقول لهم ان دول صاروا اعداء صليب المسيح.
الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم، بيعبدوا شهوتهم، رغبتهم، ذاتيتهم، أنانيتهم، آرائهم، ومجدهم في خزيهم. اللي بيفتخروا بيه وبيعتبروه مجد هو الأعمال القبيحة والشهوانية والذاتية، لأنهم يرفضوا أنهم يشيلوا صليب إنكار الذات. الذين يفتكرون في الأرضيات، كل تذكرهم في الأمور الأرضية وكل شهوتهم ورغبتهم في الحصول على الأمور الأرضية. المصيبة ان احنا في اوقات كتيرة بنعمل العملية دي، عايزين نوظف السماويات والروحيات لخدمة الارضيات. يعني عايزين ربنا والعذراء والملائكة والقديسين، كل القوات السماوية تشتغل معانا لكن لخدمة الاهداف الارضية، تحقيق الرغبات والطلبات الشخصية. ده كل علاقتنا بربنا، ان ربنا قوة غيبية جبارة، عايزين كده يعني نخضعها علشان يحقق الطلبات بتاعتنا. عملنا ربنا زي مصباح علاء الدين، نحكه بشوية صوم وصلاة يطلع لنا يقول لنا شبيك لبيك انا بين ايديك تطلب ايه. ده اللي عايزينه من ربنا، نوظف السمائيات والروحيات لخدمة الارضيات. نجحني، فلحني، اديني، اعملني، حققلي. فعشان كده يقول مجدهم في خزيهم ويفتكرون في الارضيات. لكن احنا بقى فان سيرتنا نحن هي في السماويات. احنا بنكتب سيرتنا مش في الارض، احنا بنكتب سيرتنا فين؟ في السماء. موطننا وجنسيتنا، انت مواطن سماوي، معاك باسبور سماوي، مش بتكتب سيرتك وحياتك في الارض. كنت بتكتب سيرتك وحياتك واعمالك في الارض، الارض هتنتهي وتزول. لكن احنا لازم نكتب سيرتنا فوق في السماء. وده اللي قاله المسيح للتلاميذ، افرحوا بالحري ان اسماءكم مكتوبه فين؟ في السماويات. التي منها ايضا ننتظر مخلصا. السماء دي اللي احنا كلنا باشتياق بنقعد نبص لها عشان مستنيين يجي منها المخلص. المخلص ده اللي هيعمل ايه؟ هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا. الجسد بتاعنا اللي على الارض ده قلنا ان احنا نعمل فيه ايه؟ يتواضع، عشان المسيح يغير جسد التواضع بتاعنا ليكون على صورة جسد مجده. يبقى لينا نفس صورة جسد الممجد بتاع المسيح القائم من بين الأموات. بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. عشان كده جسد الفساد يلبس عدم فساد، جسد الهوان يلبس مجد. وهو ده الفرحة الحقيقية، ان المسيح هيغيرنا لصورة المجد. والفرحة الاكبر ان مش بس المسيح هيغيرنا، ده المسيح لانه عايز كده، والمسيح قادر انه يعمل كده، قادر حسب عمل استطاعته قدرته تخليه يقدر فعلا يغير جسد تواضعنا لكي ما نكون على حسب صورة مجده. عشان كده افرحوا بان ربنا هيعمل كده، وعايز يعمل كده
وقادر انه يعمل كده. يدينا هذا المجد. رسالة كلها بتتكلم عن الفرح، حتى وان كان في بعض الامور المحزنة، لكن احنا ما نخليش اي حاجة تعوق الفرح بتاعنا. اوعوا ترفضوا الصليب، اوعوا ترفضوا الصليب. بمناسبة الورق اللي وزعناه عليكم في عبارة لطيفة احب اقراها، يمكن في بعض منكم خد منها باله منها. تقول ايه الام المختبرة دهيت؟ يور كروس، صليبك. May oppress you today. ممكن ان هو يحبطك اليوم او يؤلمك اليوم. But it will transfigure you tomorrow. ولكنه سيمجدك او يخليك توصل لحالة التجلي غدا. And lift you up to heaven. ويرفعك للسماء. وبعدين تقول نصيحة حلوة. Value it highly. قدروا وقيموا ايه فوق كل حاجة. اوعى ترفض الصليب واوعى تهرب من الصليب، لكن ارفعوا وقدروا اعظم تقدير، خليه فوق كل حاجة.